بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في أولى حلقات الأهلي في المونديال. طبعا كالعادة وحشتوني جدا 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 جدا. إن شاء الله خلال الفترة القادمة الأسبوعين اللي جايين هكون مع حضراتكم دائما على الهواء مباشرة من الساعة 8 للساعة 11. زي ما حضراتكم شفتوا أنا قلت لكم أول كلمة قلتها الأهلي في المونديال، وهذا هو اسم هذا البرنامج اللي هيبدأ معاكم من النهاردة لغاية إن شاء الله انتهاء مونديال الأندية. إيه اللي هيكون موجود عندنا في هذا البرنامج؟ هنشرح لحضراتكم كل ما يخص فرق كأس العالم للأندية، الخمس فرق. طبعا النادي الأهلي هيكون معانا دائما في كل التحليلات وكل الإحصائيات وكل التحاليل الفنية اللي هنتكلم عنها، هيكون دائما معانا النادي الأهلي. هنقول لحضراتكم عن أرقام كل الفرق اللي موجودة في كأس العالم للأندية، هنتكلم عن كل شيء يخص هذا الموضوع. الأهم بقى اللي هيكون معانا كواليس مش هتشوفوها غير هنا فقط في برنامج الأهلي في المونديال. هتلاقوا كواليس كل شيء، كل حاجة، الفطار، الغداء، العشاء، فندق الإقامة، لحظة الوصول. زي يعني احنا بدأنا لسه ما فيش من دقيقة تقريبا، وأيضا فريق النادي الأهلي بيصل إلى المطار، وحاجات جميلة جدا جدا بتحصل، وحاجات جميلة جدا جدا هنوريها لحضراتكم من خلال الأهلي في المونديال. كل كواليس فريق النادي الأهلي وهو بيلعب في المونديال، كل الناس مستنياه، كل الأهلوية مستنية النادي الأهلي هيعمل إيه. وزي ما حضراتكم شايفين حصريا على شاشة قناة النادي الأهلي وفي برنامج الأهلي في المونديال لحظات وصول بعثة النادي الأهلي إلى قطر، ومعظم بقى زي ما حضراتكم شايفين كل اللاعبين، كل الإداريين، البعثة الإعلامية وصلوا، لسه واصلين، ما فيش من ساعة تقريبا أو من أقل من ساعة. جونيور أجاييه، بقية اللاعبين، عمرو أيضا، ومحمد هاني، وعلي معلول، مروان محسن، كل اللاعبين. وزي ما حضراتكم شايفين الإجراءات الاحترازية متوفرة وبشدة الحقيقة في هذا الأمر. زي ما قلت لكم في بداية كلامي أن الكورونا هي التي تحكم الرياضة الآن، والإجراءات الاحترازية متواجدة في كل شيء وفي كل مكان. لحظات وصول بعثة النادي الأهلي إلى مطار حمد الدولي. زي ما حضراتكم شايفين كل الفيديوهات اللي حضراتكم شايفينها دي مش هتشوفوها فقط غير على شاشة قناة النادي الأهلي وفي برنامجنا برنامج الأهلي في المونديال. والله الحاجات دي بتفكرني بحاجات كتيرة جدا هحكي معاكم في 2005 و2006 وإيه اللي حصل، والأيام دي كانت عاملة إزاي بالنسبة لنا، والفرحة كانت عاملة إزاي، خصوصا في 2006 لما النادي الأهلي خد برونزية كأس العالم. برونزية كأس العالم الأندية طبعا ساعتها كانت في اليابان. أيضا في أمور هتكلم معاكم فيها تخص كل الحاجات اللي حصلت في 2005 و2006. دي طبعا لحظات وصول بعثة النادي الأهلي إلى مطار حمد الدولي.